بعدين انت بتصير تغني تطلع يعني مشوار. شو حلوين بتلعبوا؟ اه طيب سوا بدي اروح عند جارتنا اللي فوق بالطابق اللي فوق. بدي اجي معك يا ماما. كيف البيت؟ لا بدي اروح عند جارتنا اللي فوق يا ماما، هي قريب مش بعيد. لا بدي اجي معك. ما ستضلي هون ولا تيجي معي؟ ايش؟ سمعك. ايش بدك؟ سمعك. سبقتني ما صح. تلبسي سوسك؟ اه. سمعك. طيب امشي يا ماما سكري الباب حبيبتي. البيت مفتوح؟ ليش البيت مفتوح؟ شو هاد؟ فلوس على الأرض؟ هذا سرق. مين هيك عامل؟ سوار انت سكرتي الباب ولا ما سكرتي الباب؟ شو بتذكري؟ سكرت الباب. مين فتح الباب؟ شوفي شو؟ يا الله شكله جاي حرامي عنا على البيت. سكرته والله اني سكرته. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هيك البيت؟ وين العاب كانوا هون؟ صحيح العابك كانوا هون. تعالي نشوف الفلوس. تعالي كان معك فلوس. افتحي افتحي وانا كان معي. افتحي جزدانك ماما افتحي. شايلهم كلهم؟ طب مين هذا اللي اجى هيك على البيت؟ انا. يا الله بدي فلوسي والعابي. طب سيوان تذكري انت سكرتي الباب او لا؟ طب كيف هيك بدخلوا على البيت؟ مستحيل ولا عمرها صارت. لا لا مستحيل ماما مستحيل يكون مع مفتاح. يعني اكيد انت ما سكرتي البيت مزبوط. سكرت البيت مزبوط وعشان معاه مفتاح هدول. كان معنا كتير فلوس. يا الله خلينا نتصل في الشرطة. لازم نتصل في الشرطة نخبرهم. دي فلوسي والعب خبيتهم في العيد. الله يسامحك يا سوار. مرة تانية بتسكري البيت مظبوط. ما بصير ماما هيك ما بصير حبيب. أنا سمعت صوت الطبق معناته هو عشان معاه مفتاح فتحه عشان هذا هو كسر الباب وجاب المفتاح وفتحه لما كسر الباب. ماما خلينا نتصل على الشرطة. ألو السلام عليكم. حرامي حرامي العابي فلوسي. هذا حلم الحمد لله. فلوسي تبدوبي مصاري رجعوا مصاري. ياس الحمد لله انه كان حلم. انا حلمت اشي. ايش حلمتي ماما؟ حلمت حرامي سرق وبعدين شفت المصاري والدبدوب. اخذ لك ايش مصاريك؟ هذا حلم حبيبتي مو مشكلة يا عمري ما في بالحقيقة هيك. ماشي عملوا لي سبسكرايب واشتركوا في انستغرام.
باي. احكي لهم باي مسا. باي.